اوكي، السلام عليكم. اليوم جبتكم حلقة جديدة من سكاي وورز، فصورت في الهب عشان اقول لكم بس انه في فرق في المايك، لاني شريت مايك جديد لكن للحين ما جاني فلتر، ف بصور فيه هذا المقطع. اذا عجبكم كملت عليه، لكن اتوقع انه بيضبط اذا كنت لحالي. ما ادري، ما قد جربت اصور مع احد وزي كذا. قولوا لي هل هو كويس صورت فيه؟ مو بكويس لانه بيزعج غيري، اذا مثلا بصور مع العيال راح مثلا بصور مع ريفريكس راح يزعج ريفريكس نفسه ومشتركينه. ف قلت خلوني اجرب مقطع واحد، واذا ما عجبكم اصبرت لين يجي فلتر وحاولت اضبطه. ف يب، خلونا نخش جيم. يلا بيبدأ الحين. قاعد العب في اسمي العادي، ف للناس اللي يقولون ليش كل شيء تغير سكنك، ما هو بغير سكني، غير الاسم حقي ويصير ويتغير مع سكن لاني العب 1.8. اوكي، ما خشينا عشان العدد ده مو بكامل شكله. طيب هنا يقول طبعا هذا الرسباك عدلت عليه، هو الرسباك عادي اللي هو هواوي ديفولت حق، ما في الا سيف يعني شكل غير، لكن حطيت فيه بلوكات مثلا هذا جولد، هذا ايرون، هذا دايموند، ف طلع شكل خرافي. وش هذا؟ والله غريب، اول مره اشوفه. اوكي، هذا بلوك الدايموند اتوقع. يب، طيب كسر هذا. اوه نايس، من الحين معنا الحين. ايوه، زد من الحين معنا دايموند او سيف دايموند، ضامنين ان شاء الله. هذا لا يطلع منك ريور بس. اوكي يلا خلينا نكسر ذا، يا رب زدنا قلب. كفو. طيب الين شبت. هل هذا ما نبغاه، انا خافي ان واحد يجينا بس. اوكي، ادري صوت كيبورد قوي لكن بشوف حل المايك بعدين. اذا عجبكم في هذه الحلقه قولوا لي، اكتبوا في الكومنتات كذا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوه شيت، والله اني قمت، والله قمت ام العافيه. يقرا شكله قاعد يسولف فجاه كذا نط. يا شيل الكريفر هنا. طيب اوكي، البلوكه اللي تحتنا مختفيه او انها طارت مع الانفجار اللي صار. اوكي نسوي لنا بو واسهم. طيب هذا بو، هذا اسهم، يب كذا صح. باقي لنا سيف دايموند، داري ان اسمه دايموند لكن كذا طقطقه. طيب سوينا بوت، وش بعد؟ ما نبغى شيء خلاص، اتوقع كذا كافي. هل فيه شيء فوق؟ انه ما راح تكفي البلوكات اللي معي. والله اللي ما يستحي يشوفني ويقول ايه نونك باك ذا؟ نونك باك؟ طيحت واحد انا، لكن هذا ما ادري هل هو نونك ايش قاعد اقول؟ لا نونك باك ولا لا. اوكي اتوقع في تستات بعد فوق، لكن خلونا من كل ذا ونروح النص بس، لان البوكس في النص. يا رب ما نطيح، يا رب ما نطيح، يا رب ما نطيح، يا رب ما نطيح. اوكي بسرعة. اوكي سروال، هذا لو يصير مع بو انتفني. يا رب ما يصير مع بو. هولي شي، والله ينضب الدروع بعد.
اكيد يستهبلون ذولي. ما طاح يا قهر. يا الله ايش قاعد اسوي انا؟ كفو كفو نحرق مرة ثانية. بس المشكلة دروعه دايموند. ناس والله قهر والله قهر. طيب اصبر شوي. اي صح نسيت اتكلم عن شيء اللي هو ليش قاطع القناة؟ قاطع عشان اختبارات وكذا. ف خلصت لاني قطعت تقريبا اوكي رجعت تقريبا 5 ايام اتوقع 5 ايام. كويس ان جينا هنا. ما تفرق لكن ناخذها just in case يلت. اوكي روح النص. والله ما ادري هل صوت كيبورد قوي ولا لا، لكن حاولت اني انا عندي مشكلة في جهازي. اي مايك احطه لو جيب افضل مايك في العالم عندي يصير مدشرون، يعني لازم اخلي الصوت قوي. ما ادري شلون اشرح لكم، لكن صوتي يجي ضعيف. يعني احط مثلا 60 اغلب المايك. اوكي وات جي بيت اغلب المايكات تحط 30 40 60 بالكثير. انا احط 60 يصير عادي. لازم احط 80 75 زي كذا. ما ادري وش الحل لكن ما ادري لكن ايش. طيب وين بلوكات دايموند؟ هلا بالسروال الدايموندي. طيب انا معي ليفل؟ لا ما معي. اوكي خلنا نكسر 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 نكسر. طيب الحين فيه الامرالد، وينه؟ امرالد امرالد امرالد. والله كان اول فيه جوا، لكن هل هو اختفى ولا؟ طيب يا امرالد يا كابتن خلنا نكسر ذا مع اني متفائل. اوكي كنت بقول مو متفائل متشائم قصدي. وات يلعبون تيمات. انا اقول اهلا اهلا بالعيد. الو داخل حق تيمات شكلي انا. اي والله داخل حق تيمات. ام الفهاوة يا شيخ. والله داخل حق تيمات. اوكي ذبحتهم اثنينهم بسرعة بسرعة. اغراض 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 يا كابتن اغراض. داري اني ذبيت البول لكن ابغى الجولدن ابل. اوكي والله ابغى الجولدن ابل بس دخلت حق التيمات بغلط وجبت العيد في نفسي. هلا هلا فتح. سوي كذا 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 كذا. مش قاعد اسوي انا الزبده. باخذ اغراض بسرعه ذي. باقي ضدي انا داخل حالي ليه ابي اعرف؟ يعني قاعد اناظر يا الله قاعد اناظر شو اسمه ذي قاعد اناظر اللوحات. قلت خلني اخش بسرعه وانا اصور عشان ما اتاخر. قهطني. هاي وهابن. طيب وش فيه هنا؟ انا ودي احرق الاشياء فنسوي كذا. طيب انا ما ابغى احرق الا الاشياء اللي ما راح يستفيدون منها. طيب الاخيره هذه
هذه وهذه. خلاص ما بقي شيء اتوقع. بلوكات، معنا بلوكات تكفي. اوكي طور بس البو، لاني خذيت اغراض، لكن طور البو نمشي، لان في ناس جايين كثير. مو كثير، 4. طيب وين؟ ما في حد. يا الله وين راح ذولي؟ هنا في ناس. اوكي 2. طيب والباقيين؟ باقي 3. هذا 1، هذا هنا 2 اتوقع. يا ناس تعالوا، والله مليت. طيب نقدر ندور لما يجي احد. اخر مقطع من الحمد لله. شو ايه السكابورز اللي لعبت فيه بالشدرز؟ اكثركم والله جد سلايكات كثير ومشاهدات ابو كلب وكل شيء ابو كلب، ف قلت خلاص ما راح العب فيه لانه ما عجبكم. والله توقعت انه بيعجبكم، لكن انا يوم لعبت قبل ما لعبت توقعت انه بيعجبكم، لكن يوم لعبت قلت شكله ما بيعجبهم، يعني ما في امل يعجبهم، مو باين شيء. لكن نزلته قلت بشوف كان عجبكم، كملت عليه مع ان عندي انا ابو كلب مره. ف اعتذر انه ما عجبكم ذاك الشيء، لاني قلت ما ادري يعني شادرز، ولازم ناس يقولون لعب شادرز في الجور، ما ادري ايش جورز. اذا لعبت فيها لعبت في الشادرز ان شاء الله، مع اني ما اتوقع حتى جورز في مابات ما يضبط فيها شادرز مره. جربت العب في مابين كلها مظلمه مع الوسط، حتى البلوكات او الاورات اللي جوا اللي هي يسمونها بلوكات او الاورات ذا. اوكي فتح نسيناه. هذا مو الدمجون. والله مليت. سوى نفسك ما دريت. طيب انا بسوي نفسي ما ادري، بقدر امشي. والله مليت يا ناس، او اني داري من زمان لكن اوكي. من جدك انت يا خوي؟ يعني اجدان تحط بلوكتين على بعض وتمشي؟ مشكلة والله. طيب اخلص يا خوي يا خوي يا خوي. المشكلة ان هذا المايك مو ما يستاند الحين ولا فلتر، ف بعيد عني. شوف لازم اقرب كذا ويصير مره واضح، او مره يعني شلون اقول لكم مو بعيد. فهمتوا؟ اوكي ما فهمتوا؟ لا اوكي. يعني اذا تكلمت كذا الحين انا بعيد، فاذا قربت يصير اوضح واحسن. لكن يبغالي كل شوي انزل راسي وقد اتكلم لانه ما في ستاند. ف لا ضيحني يهر، خلص بس علي انا اخلص، خلنا نخلص الجيم. يا يجيب المر يروني كهران. نمشي بسرعة اخوي، امشوا. اخلص انت يا اخلص. انا ما ودي بالبو والله، ودي اني كذا اطاق معهم، لكن خلنا نلبس هذه دامنا في الليلة. أما صورنا وكل شيء. إيش رأيكم؟ يلا ناخذ واحدة. أوكي نقصت. لو جبت في نفس العيد أنا. والله جبت نفس العيد أنا. جبت في أم نفس العيد. سبرايز. هلا بلندر بير. هلا اوكي
راح ذاك. اعطيهم سبرايز من ورا. بسم الله. محشر. طلع ضايق سبرايز. أول مرة أضبط ال إيش قاعد أقول أنا؟ أول مرة أضبط الإندر بيرل يا خشمة صعب. إندر بيرل جيت من ورا وأعطيت سبرايز بالبو. ما ودي إني أروح بالسيف عشان ال شو اسمه عشان ما يطقوني طقة وأطيح، يعني بيكون معهم شيء نوك باك. ما أدري إيش قاعد أقول أنا، زبدة. بس هذا كان عندي. تونا المقطع عجبكم لا تنسوا اللايك في سبسكرايب، وقولوا مثل ما قلت لكم هل عجبكم المايك أو لا. ويلا أشوفكم على خير. حتى النهاية ما عرفت أقولها.